حكم الدعاء الجماعي بدعة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فما تستحسنه عقول الناس تلك العقول هي عقول خالفت شرع الله، لأن العقل تابع للشرع، وما تستحسنه عقول أهل بلد قد تستقبحه عقول أهل بلد أخرى، بل ما تستحسنه أنت يستقبحه غيرك.